الو رزقي الو عنده تيست عنده تيست ايها الحضور الكريم ايها الاطارات ايتها الحرائر ايها الاحرار احرار مدينه ميلا ان الالندي يؤكد بانه سيكون صفا واحدا بجنب السيد رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون ويدعمه بقوة لمواصلة مسار الإصلاحات العميقة حتى بلوغ أهدافها كاملة. تلك الإصلاحات التي أصبحت ملموسة لدى المواطنين الجزائريين في شتى الميادين الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والدبلوماسية وغيرها.